مجموعة متوازنة ومنافسين أقوياء، هذا هو الوصف المناسب للمجموعة التي وجد الترجي التونسي نفسه فيها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة الخاصة بمجموعات البطولة. فماذا يقدم شيخ الأندية التونسية أمام هؤلاء المنافسين؟ يبدو أن الترجي التونسي على موعد مع تحديات قوية خلال الموسم الحالي، سواء على المستوى المحلي في الدوري بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها مستوى الأندية، أو على المستوى القاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الترجي قام بعمل عدد كبير من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على أمل المنافسة على جميع الألقاب التي يلعب من أجل التتويج بها خلال الموسم الجديد، ويبدو أنه سيكون في أمس الحاجة لهذه الصفقات بالفعل. أجريت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي أسفرت عن وجود الترجي في مجموعة متوازنة، لكنها لن تكون رحلة سهلة رغم ذلك. شيخ الأندية التونسية كان ضمن 4 أندية وجدت نفسها في التصنيف الأول قبل انطلاق قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وجاء على رأس مجموعة تضم كل من نادي بيراميدز المصري وساغرادا الأنغولي وديجوليبال المالي. بابسويقا يسعى بكل قوة للتتويج بلقب خامس، والذي غاب عن خزائن النادي على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ التتويج الأخير في 2019 بعدما اقترب من اللقب في الموسم الماضي وخسره في المباراة النهائية أمام الأهلي المصري. نادي بيراميدز المصري سيكون المنافس الرئيسي للترجي في مجموعات دوري الأبطال، فرغم أن الفريق المصري يشارك في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط، إلا أنه قدم مستويات كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية خلال المواسم الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، كما ظهر قويا في النسخة الماضية رغم أنه لم ينجح في الذهاب بعيدا في البطولة. على الجانب الآخر يأتي نادي ساغرادا الأنغولي، والذي سيأتي في المقام الثاني بعد بيراميدز المصري، إذ أن الفريق الأنغولي لم يسبق له خوض أي مباريات أمام الترجي التونسي، وستكون طريقة لعب هذا الفريق جديدة على شيخ الأندية التونسية. الفريق الأخير في هذه المجموعة هو نادي ديجوليبا المالي، سيكون الوحيد المعروف بالنسبة لنادي الترجي، إذ التقى الفريقان في وقت سابق وتحديدا في عام 2000 بالدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال. في هذه المواجهة نجح الترجي التونسي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يكون التعادل بهدف لكل فريق حاضرا في مواجهة جمعت الفريقين في مالي. ليتأهل شيخ الأندية التونسية لدور المجموعات في هذه النسخة من البطولة القارية الأولى في القارة السمراء على مستوى الأندية، رغم تأهل الترجي في المواجهة السابقة أمام الفريق المالي، إلا أن مواجهة الإياب بين الفريقين في نسخة 2000 من دور الأبطال كانت شاهدة على أحداث شغب في المدرجات واعتداء من لاعب الفريق المالي على الحكم، ما تسبب في عدم استكمال اللقاء في ظل حسم النتيجة بالفعل لصالح الترجي.